لكم أينما كنتم، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج العراق اليوم. وحلقة اليوم مختلفة في الشكل والمضمون كما ترون، إذ ارتأينا أن نبتعد عن الحدث السياسي والواقع المرير في بلادنا ولو لوقت قصير، ولو أننا لا نقوى على ذلك في حقيقة الأمر، ولكن نريد أن نعود بكم في الذاكرة إلى الوراء قليلا لنستذكر الماضي السعيد، أيام الخير كما نطلق عليها شعبيا، ونستثير فيكم الحنين إلى الماضي وإلى زمان كان فيه الفن والتراث يجمع ويجمع أطياف الشعب العراقي ولا يفرق. وبرنامج العراق اليوم إذ يستضيف فرقة أنغام الرافدين العراقية، فلأننا نريد أن نقول للعالم ها هو وجه آخر من وجوه العراق، الوجه الجميل الحضاري التاريخي العريق من هذه البلاد التي لم يرى العالم منها في السنين الماضية إلا مناظر الحروب والقتل والعنف والدماء. الفن والتراث أيضا جزء من عراق الأمس واليوم وغدا، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا منذ الأزمنة القديمة بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن، ولذا فهو يؤرخ ويسجل الحدث. ويقال إن الفن والفنان مرآة الواقع ونتاج الحزن والقهر، ومما لا شك فيه أن الفنان العراقي عانى ربما أكثر من غيره الأمرين في حياته وعمله، ولكنه شأنه شأن سائر العراقيين يواصل مسيرته ويناضل من أجل فنه وقضيته. يسرنا أن نستضيف اليوم فرقة أنغام الرافدين، وهي فرقة غنائية تراثية عراقية قدمت من العراق قبل فترة وجيزة إلى بريطانيا، ويمثل أعضاؤها بلادهم في الخارج. أعضاء فرقة أنغام الرافدين هم طه غريب على الجوزة، صباح هاشم على السنطور، قيس عبد الرزاق على الرق، ومحمد خليل إيقاع. أهلا ومرحبا بكم فرقة أنغام الرافدين. ذكرنا في المقدمة أن الأغنية العراقية ربما أكثر من غيرها من الأغاني العربية ارتبطت بالواقع، وربما هذه الأغنية يعني خير ما يمثل ذلك، يعني كتبها المرحوم محمد القبنشي قبل كم يوم، نصف قرن تقريبا، أي أكثر من نصف قرن، وهي يعني ربما كلماتها قديمة وتنطبق على الواقع حتى تنطبق على واقع اليوم، ولذلك ابتدأنا يعني بها. الظاهر يعني التاريخ يعني ده يعيد نفسه في بعض الأحيان. الأستاذ القبنشي رحمه الله هو رائد الغناء العراقي، وكان شأنه شأن باقي قراء المقام العراقي، يغني ما يحس به الشعب عامة الناس، هو واحد منهم. وشاهدنا في عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي كثير من الأغاني ذات المضمون الوطني يعني أداها المرحوم القبنشي، وهذه واحدة من الروائع اللي انتج هذا الفنان، واللي ربما يعني كلماتها تظل خالدة وتمشي يعني تصير على كل بلد وكل عفوية، يعني عفوية بدون أي تهيؤ. هذا يعني هو أجود ما أدى الأستاذ القبنشي أو القراء الآخرين، هو ما كان عفويا وليد لحظة، يعني ما كان مخطط ولا لم يكلفه أحدا بكتابة الشعر أو إعداد اللحن، من وهذا كان حقيقي لأنه نبع من القلب. إذن أنتم أيضا كلامكم وأنغامكم تنبع من القلب، وأنتم تمثلون الرافدين وأنغام الرافدين، جئتم من العراق قبل فترة قصيرة. نعم. إلى بريطانيا، وربما تنتقلون إلى بلدان أخرى إن شاء الله، وتركتم البلاد في هذه الحال، وربما يستغرب البعض أو يتساءل أنه لماذا الآن، يعني تمثلون بلادكم ربما يعني لغياب السفارات والممثليات في الخارج، ولكن يعني تمثيل من نوع آخر. نعم. تمثيل الفن والتراث، يعني الحقيقة عندنا اعتقاد ومؤمنين بأن هذا الفن اللي نقدمه الآن يوحد مشاعر الناس على اختلاف أطيافهم بالعراق، يعني من الشمال إلى الجنوب، ويذكرنا بأيام الرخاء والاستقرار والهدوء. احنا الآن يعني جولتنا لها هدف محدد حقيقة. أولا إحنا أول فرقة تخرج خارج العراق بعد فك القيود والحدود. هدفنا أن نلتقي أو نقدم تراثنا إلى أجيال العراقية والعربية، وخصوصا أجيال العراقية اللي ابتعدوا عن وطنهم لأكثر من 20 سنة أو كذا، لأنه في هذه المرحلة صار عندهم أكيد أبناء وبنات،
فما يعرفون تراث آبائهم وأجدادهم، إحنا جايين نذكرهم. وربما بالعكس يعني أكون اللي مرتبطين أكثر. مرتبط أكثر لا بس يحبون الموسيقى أكثر من اللي في الداخل. أكيد يعني. أكيد أكو يعني أنا الحقيقة أنا أول سفرة إلى أوروبا تفاجئنا بأن هناك عدد كبير من العراقيين متواصلون مع تراثهم عن طريق الإنترنت وعن طريق الفضائيات، ويعني الحقيقة كلش مسرورين إحنا وسعيدين. إحنا عندنا رسالة يعني نسمع صوتنا إلى العالم، إحنا أصحاب حضارة، إحنا أصحاب فن عريق، إحنا أصحاب تاريخ. هذه آلاتنا، آلات تراثية جئنا بها لنقدم يعني الفن إلى كل العالم يسمعونا. إحنا يعني أريد نرويهم أو نحاول نثير انتباههم على الوجه الآخر لما تنقله الفضائيات، يعني الحقيقة المغرضة صور الدمار، صور يعني كل صور دمار وقتل وكذا. لكن في حالات جيدة في العراق من حالات، أكو تكاتف اجتماعي وأكو تعازر وأكو وحدة. الحمد لله إحنا الحمد لله ما متفرقين يعني بهاي الصورة. أنتوا اللي شفتوه من خلال يعني حضوركم إلى بريطانيا والحفلات اللي أقمتوها، شفتوا يعني أطياف الشعب العراقي كلهم يحبون هذه الموسيقى، قاعدين ربما العربي والكردي والمسلم والمسيحي يعني على طاولة واحدة. وهذا ما يسعدنا، وهذا ما يعني الحقيقة يخلينا أن نعتقد بأن الشعب العراقي بخير إن شاء الله، نزول هذه الغمة عن الوطن ونرجع إحنا كما كنا بالسابق، بلد خير وبلد حضارة وبلد يعني تاريخ. إذن أترككم أنه تواصلون هذه الباصة الغنائية، وأتمنى أنه طبعاً راح أنتوا تفرجون على الموسيقى إن شاء الله. من شمال العراق إلى جنوب العراق. أنا يعني أحب أن أبدأ بتراث بغداد، التراث البغدادي. هو طبعاً بغداد يعني فد رمز كبير لكل المحافظات العراقية. بغداد يعني أي أم الدنيا كانت تسمى. إحنا حنرويكم بعض النماذج الغنائية القديمة جدا، يعني قديمة حقيقة، يعني عمرها أكثر من 150 سنة. هذا هسه اللي حنقدمه اسمه غناء البغدادي، ونسمعكم بعض المقامات من بغداد، ومن ثم ننتقل إلى محافظات أخرى.
حكم غرام